يظل الإنسان شيخ صالح طالبا للعلم حتى يموت. إذا ما مر الإنسان بحديث فوجده في كتاب معين بأن هذا الحديث صحيح، وجده في كتاب آخر بأن فيه مقال، ما هو توجيه شيخ صالح؟ توجيه مثل هذا إذا وجد في الحديث قد اختلف فيه أهل العلم بين مصحح ومضاعف، نعم، فليتوقف عن العمل به حتى يسأل أهل الخبرة، طيب، وأهل الشأن في هذا الأمر يبينون له الراجح من القولين في ضعفه أو في صحة. وعلى كل حال الحديث الذي صححه بعض الأئمة، نعم، وضعفه بعضهم أحسن حالا من الحديث المجمع على تضعيفه. طيب. نعم، فإذا عمل به فيرجى أنه لا بأس عليه في ذلك، نعم. لكن لا نعفيه من سؤال أهل العلم. طيب. في هذا، نعم.